متابعينا الاعزاء نامل منكم الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا اولا باول تلقى المدرب الاسباني جولي لوبوتيغي المدير الفني لنادي ريال مدريد صدمة جديدة بإصابة البرازيلي مارسيلو ظهير الفريق خلال مباراة اشبيليا بالليغا وخسر النادي الملكي بثلاثة اهداف نظيفة على يد نظيره الاندلسي على ملعب سانشيز بذخوان ضمن لقاء الجولة السادسة من الدوري الاسباني وشهدت المباراة اصابة لمارسيلو في الساقي بالشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة التاسعة والسبعين أجبرته على الخروج من ملعب المباراة وأكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن مارسيلو لن يلحق مباراة النادي الملكي المقبلة أمام فريق أتلتيكو مدريد في ديرب العاصمة الإسبانية وأشارت الصحيفة إلى أن ناتشو قد يلعب في هذا المركز في ظل قدرته على اللعب في الرواق الأيمن والأيسر يذكر أن مارسيلو ثالث لاعب يتعرض لإصابة في ريال مدريد خلال أسبوعين لينضم إلى داني كارفاخال وفرانشيسكو إيسكو. اعترف البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد بالمستوى السيئ الذي قدمه فريقه في مباراته أمام إشبيليا التي انتهت بخسارته بثلاثة أهداف نظيفة، وكان القائد الثاني للملك قد تعرض لإصابة عضلية في الربع ساعة الأخير من اللقاء. ليغادر الملعب على إثرها وينهي فريقه اللقاء بعشرة لاعبين بعد إجراء كل التبديلات وقال مارسيلو في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا إشبيليا تفوق علينا لقد كنا سيئين في الشوط الأول كما أنه من الصعب العودة بعد التأخر بثلاثة أهداف فقدنا ثلاث نقاط وكان يجب أن نكون أكثر حماسا وتحدث عن إصابته قائلا لقد شعرت ببعض الألم في عضلة الفخذ سننتظر خلال ساعات لنعرف باقي التطورات، وبسؤاله عما اذا كانت الرحلة الى لندن لاستلام جوائز الافضل قد ادت الى تلك الهزيمة رد قائلا: جوائز الافضل لم تؤثر على نتيجة المباراة. قال تيبو كورت وحارس مرمى ريال مدريد ان فريقه لم يستطع التعامل مع قوة اشبيليا في اللقاء الذي انتهى بتفوق الاندلسيين بثلاثية نظيفة. ونقلت صحيفة ماركا تصريحات الحارس البلجيكي التي قال فيها: كانت مباراة صعبة، إشبيليا بدأ اللقاء بقوة ولم نتمكن من التعامل معها، الأهداف جزء من أخطائنا، الهدف الثاني جاء بضربة حظ لأني تصديت للتسديدة ثم ذهبت إلى أندريا سيلفا وتابع: حفل فيفا ليس عذرا لكي نخسر، لقد كنا خمسة لاعبين فقط هناك، كما أنني في الساعة الرابعة كنت نائما بالفعل. ثم تدربت جيدا وكنت مستعدا للمباراه وعن مباراه الدرب المقبله واصل الدرب دائما رائع ستكون مباراه معقده ولكن يجب ان نحقق الفوز الضغط موجود في كل مواجهه ولن يتغير لمجرد خساره مباراه واختتم نحن نركز دائما للوصول الى الصداره اعتقد ان ما نحتاج اليه هو المزيد من الاصرار وهو ما افتقدناه في مباراه اشبيليا بالشوط الاول كشفت احدى الصحف الانجليزيه ان لاعب فريق مانشستر يونايتد بول بوجبا يصر على فكره الرحيل عن النادي وذكرت صحيفة التليغراف الإنجليزية أن بوكبا أخبر إدارة الشياطين الحمر برغبته في الرحيل منذ سبعة أسابيع أي في فترة الانتقالات الصيفية وحاول نادي برشلونه ضم بوجبا هذا الصيف وقدم اكثر من عرض ولكن اليونايتد رفض السماح برحيله واشارت الى ان اللاعب صاحب الخامسة والعشرين عاما يصر على فكره مغادره الاولد ترافورد سواء استمر مورينيو في منصبه ام تمت اقالته من قبل الاداره حيث يرغب في التوجه الى النادي الكتالوني وتحوم الشكوك في الوقت الحالي حول مستقبل مورينيو حيث تشير بعض التقارير الى امكانيه رحيله في الفترة المقبلة أكدت تقارير صحفية إنجليزية توقف مفاوضات تجديد عقد اللاعب أرون رامزي في نادي أرسنال، وارتبط رامزي بخطوة الرحيل عن الجانرز هذا الصيف، ولكن تلك الخطوة لم تتم خاصة مع رغبة إدارة النادي في إبقائه لفترة أخرى، وقدمت إدارة أرسنال عرضا بعقد جديد لرامزي، ولكن الأخير رفضه بسبب انخفاض الراتب. وحسب صحيفة ميرور الإنجليزية فإن الطرفين فشلا مرة أخرى في التوصل إلى أي اتفاق وانهارت المفاوضات بشكل تام وأفادت أن مسؤولي أرسنال قاموا بسحب عرضهم القديم ولم يقدموا أي عرض آخر مما يعني تخليهم عن فكرة تجديد عقد اللاعب المذكور وأشارت إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى رحيل رامسي مجانا في الصيف المقبل أو في موسم الانتقالات الشتوي إذا تقدم أي نادٍ بعرض مناسب عبر باولو ديبالا نجم يوفنتوس عن رغبته في تحقيق الفوز والخروج بنقاط المباراه الثلاث خلال مواجهه نابولي بالجوله السابعه من الدوري الايطالي. وبحسب صحيفه توتو سبورت، قال ديبالا: هذه هي اسهل المباريات التي يمكن التحضير لها، هناك الكثير من الاثاره والحماس، الفوز على نابولي قد يكون مهما للبطوله، نريد الانتصار. واضاف اعتقد ان الهدف الذي سجلته امام بولونيا يمكن ان يمنحني الثقه كنت اعمل بقوه من اجل تقديم افضل ما لدي للفريق اعتقد انني قدمت مباريات قبيحه لكن المستوى يرتفع حتى المشجعين يريدون دائما الاكثر مني وتابع العلاقه مع كريستيانو رونالدو تتحسن خلال التدريبات والمباريات التي نلعبها معا لدينا الكثير من الحماس احاول منحه القدره على التسجيل لكني ايضا العب للفريق باكمله، ولا يهم من يسجل ما دمنا نحقق الفوز. اعلن نادي اتلتيكو مدريد عن تجديد عقد مهاجمه الارجنتيني انخيل كوريا لمده خمس مواسم مقبله لينتهي في صيف 2024، وانضم المهاجم الارجنتيني البالغ من العمر 23 عاما لصفوف روخي بلانكوس في صيف 2014. قادما من صفوف سان لورينزو الأرجنتيني مقابل سبعة ملايين ونصف المليون يورو وذكر النادي المدريدي في بيان على موقعه الرسمي أن كوريا سيستمر في صفوف الأتلتي لمدة خمس مواسم مقبلة بعدما ظهر بمستوى كبير خلال الأربع مواسم الماضية وقال كوريا في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي فخور جدا بثقة النادي وأنا أستمر في التطور كلاعب وأعتقد أنني أفعل أشياء جيدة للفريق وشارك كوريا مع اتلتيكو مدريد في 147 مباراة على مدار المواسم الماضية وسجل 26 هدفا وصنع مثلها وتوج بلقبي الدوري الاوروبي والسوبر الاوروبي. تحدث سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونه الاسباني عن هزيمه فريقه امام ليغانس بمنافسه الجوله السادسه لليغا. وتعرض لبلوغرانا للهزيمة الأولى في الدوري الأسباني هذا الموسم بنتيجة هدفين مقابل هدف ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في الصدارة وقال بوسكيتس في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية لقد تقدمنا بهدف أمام ليجانيس ولكن قدمنا لهم الكثير من التسهيلات لم نكن ثابتين ولم تكن لدينا صلابة لقد قلبوا النتيجة في دقيقتين ولم نتمكن من صنع الفرق ولم نتمكن من صنع الفرص بعدما أغلقوا المساحات والنتيجة سلبية وأضاف استقبال الأهداف أمر مثير للقلق بالطبع ولكن يجب أن لا نستقبل هدفين في دقيقة إذا لم ننجح في التسجيل على الأقل ينبغي أن نكون أقوياء على الجانب الدفاعي ونكون أكثر صلابة يجب أن يخدمنا الهدف الذي نسجله بعيدا عن ملعبنا لا نستقبل المزيد مثل ما حدث عزيزي متابع قناة عرب جول برأيك ما هو السبب الحقيقي في خسارة الريال؟ شاركنا برأيك.